مصر، تونس، النيجر، إسواتيني، مجموعة كنا شايفينها مجموعة خفيفة. تهزمنا من تونس في البداية، كسبنا بقيت ماتشاتنا، بنأدي بشكل كويس، بنلعب على تونس على صدارة المجموعة. تونس ومصر تأهلوا لبطولة الأمم الأفريقية 2019 في الكاميرون، مباراة مهمة جدا يوم الجمعة بعد أحداث الأهلي والترجي، وكل الترحيب للمنتخب التونسي والأشقاء التوانسة على أرض مصر بلدهم الثانية. ترحيب كبير جدا بالمنتخب التونسي، وإن شاء الله تكون مباراة قوية، ولكنها مواجهة قوية جدا لأجيري اللي لم يواجه منتخب قوي في الفترة اللي فاتت، وبالتالي هذه المباراة هتبقى لها نظرة معينة، لها تقييم معين، على الرغم من أجيري وصل للجماهير المصرية بتغيير طريقة اللعب وزيادة معدل الأهداف. دي اللي انت بتقوله ده كلام مظبوط 100%، بس انا زي ما بقول وزي هاخد من على لسانك ان المباراه دي هي اللي هتشوف منتخب مصر واقف فين. احنا طورنا اداء الهجومي بتاعنا، طورنا الاداء، بقينا بنهاجم اكتر، بقينا بنجيب جوال اكتر، ما بقيناش واقفين مستنيين يجي فينا جول عشان نبدا نهاجم. خد بالك المباراه مع فرقه قويه، فرقه جايه منتعشه، فيها لعيبه من اللي خدوا بطوله افريقيا، فرقه طول عمرنا مع مصر وتونس بتبقى المباراة صعبة. الأهم من ده كله أن المباراة لا تهم الفريقين في شيء، الفرقتين واصلين، كل فرقة أكيد ليها غرض فني من هذه المباراة. أيوة برافو عليك، وكل فرقة هتلعب عشان ما تتغلبش، كل فرقة هتلعب بأريحية في النهاية. حتى لو اتغلبت أنا ما خسرتش حاجة، أنا واصل بطولة أفريقيا، هي ممكن تفرق في الترتيب الإفريقي، لكن أنا عشان كده المباراة هتبقى صعبة واختبار حقيقي للجهاز الفني المنتخب مصر اللي بكنه كل احترام وتقدير مع تطوير اداء اللعب، ولاعيبه منتخب مصر بعد كاس العالم وبعد الاداء اللي ما كانش كويس في كاس العالم. هي دي المباراه اعتقد ان كل الشعب المصري مستني نشوف احنا وقفنا فين. هل فعلا اتطورنا وهل فعلا ادائنا بقى يرتقي لمستوى الفرق والمنتخبات القويه، ولا لسه زي ما احنا. هنا هتبان وهتبان، واكيد مستر أجيري طبعا والكابتن هاني رمزي اكيد ليهم حسابات مختلفه، اكيد هيبقى في شكل تاني للاداء. انا في تصوري ما اعتقدش ان هيلعب بنفس الاسلوب الهجومي من اول دقيقه مع الضغط الهجومي ضد فرقه تونس، لان هم عنده لعيبه كويسين ويقدر يستغل المساحات اللي في ظهرك كويس. فاعتقد ان لازم يبقى في توازن ما بين الدفاع والهجوم. في بعض الاوقات لازم هندافع كويس واحنا معانا الكوره، لازم يبان الشق الهجومي اللي انت طورته. فاعتقد ان المباراه هتبقى مباراه ممتعه، مباراه ان شاء الله تطلع بشكل كويس، فاز من فاز. في النهايه مباراه فرقتين واصلين النهائي الافريقي البطوله الافريقيه، فان شاء الله تطلع مباراه جيده، ونتمنى الفوز طبعا لمنتخب مصر. لكن اكيد اللي فات ممكن تشوف خطوط عريضه كده لاجيري، تشوف شكله عامل ايه، تشوف طريقه لعبه، تشوف تطلعه مع المنتخب، تشوف اداؤه اللي هو بيدي لعيبه جديده فرص. شايف اجيري ازاي في الفتره اللي فاتت قبل مواجهه تونس؟ شوف انا عايز اقول لحضرتك حاجه، انا متاكد ان هو كان في بعض اللعيبه كان بيجربها في المباريات دي. المباراه دي مش هيجرب، المباراه دي اعتقد ان هيلعب 100% من اللعيبه الاساسيين اللي في دماغه. في لعيبه الماتشات اللي فاتت بتاعت سويسلاند و اسواتيني والنايجر، اعتقد ان هو حط لعيبه انا في تصوري مش هيبقوا اللعيبه الاساسيين في منتخب مصر، لكن هو جرب وشاف، وهو خدهم انا في تصوري برضه خدهم زي مباراه تجريبيه، هو هيكسب هيكسب وعارف انه هيكسب، فخد المباريات دي كانها مباريات وديه تجريبيه. وصل بيهم وحقق بيهم اهداف معدل اهداف عالي. اهدافه طبعا حقق بيهم اهدافه، لكن هو دلوقتي لا، هو دلوقتي شغله الشاغل ال11 اللي هيبداوا المباراه. ودي مهمه جدا بالنسبه له، وهتبقى مباراه صعبه جدا فنيا، مش صعبه فنيا. فلازم هيبقى تشكيله صعوبه المباراه دي ان مفيش هدف فيها واضح، بمعنى ان كل فرقه اكيد بتبحث على المكسب، لكن الفرقتين اكثر هدوءا، مفيش تعصب، مفيش توتر، هيلعبوا كوره من اجل الكوره، من اجل الاستمتاع، من اجل تحقيق مكاسب فنيه. طبعا هيلعب كوره من اجل الكوره، بس في النهايه مين الزعيم في افريقيا؟ في شمال افريقيا انا ولا مين؟ مين هيبقى على قمه المجموعه؟ مين هيبقى على قمه المجموعه؟ وبعدين مباراه عايز بقى، خاصه مباراه الذهاب كان منتخب مصر يمنيا بهدف في تونس وبالتالي عليه بالتعويض. لا وبعدين دي مباراه بقى انا عايز اشوف لعيبه اعتمد عليهم في المراحل اللي جايه، مباراه تقيله التقيله، هم دول اللي هيلعبوا وهيأدوا ولا لا؟